فراس، انا في معنا الان اتصال من اخ عزيز دائما على قلوبنا، الكابتن لؤي العمايري، دائما محبوب الجماهير الاردنيه، جماهير نادي الوحدات وجماهير نادي الفيصلي. مساء الخير كابتن لؤي. نور، مساء النور اخ لؤي، طمنا عنك كابتن. والله الحمد لله تمام بخير، امورك تمام ان شاء الله؟ الحمد لله كابتن لؤي. احنا في حلقتنا اليوم اذا ما بتابعنا معنا الكابتن زياد شلباي وايضا الكابتن عبد الله ديب، بنتحدث عن مواجهه الوحدات الهامه غدا امام نادي الاتحاد السعودي. وإذا لك أي كلمة بتوجهها لجماهير كرة القدم الأردنية وللاعبين نادي الوحدات. أول شيء أستاذ ليث، أنا من المتابعين لبرنامجك أكيد، يعني ما بفوت شاء الحلقة هاي. هذا شرف كبير. حبيبي أستاذ ليث. فالشيء الثاني الأستاذ زياد، يعني ما شاء الله منور، والكابتن عبد الله طبعا موجود. فالحمد لله، يعني خلينا نحكي الأندية الأردنية مظلومة بالشغلة البطاقة هاي تأهل أبطال آسيا. فأنا بتوقع دائما بحطونا في فرق قوية، يعني خلينا نحكي سعودية أو إماراتية. صحيح. فبتوقع الإشي هذا مش راح يكون غريب على كان على الأندية الأردنية وبالخط الوحدات. فبتوقع يعني المباراة هي صعبة جدا، يعني بس مش غريب على الوحدات إن شاء الله يرجع بنتيجة اللي إن شاء الله تأهله إن شاء الله للأدوار الجاي إن شاء الله. إن شاء الله. كابتن لؤي، كلمة منك، وأنت دائما الجمهور تضرب مثل في الروح الرياضية، تضرب المثل في الكابتن لؤي العمايري، كلمة بتوجهها لجماهير الأردنية بشكل عام، وأيضا كلمة للاعبين نادي الوحدات اللي غدا راح يكون في مواجهة مهمة وصعبة. أكيد والله، شوف خلينا نحكي عشان مباراة بكرة. أنا بتوقع زي ما حكيت، يعني النادي الاتحادي السعودي نادي صراحة قوي وبيمتلك جمهور كبير. يعني فاللي بعرفه أنا كمان الأندية الأردنية بالأخص الوحدات الفيصلي متعودين على الضغوطات أو خلينا نحكي المباريات الجماهيرية، وبالأخص خاصة تكون خارج الأردن. يعني فأنا إن شاء الله يعني من يعني قبل ما يطلع الوحدات والفريق أنا دائما بحكي مع عامر، فيعني معنوياتهم إن شاء الله تكون يعني زي ما شفت أنا. فأنا بتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، وبتوقع يعني في مساندة يعني جميع لاعبة البلد يعني للنادي الوحدات، يعني اللي هو راح يمثلنا في البطاقة هاي إن شاء الله. بشغلة ثانية، بما بشكل عام يعني دائما الفريق الأردني بلعب برا فتلقى مساندة كبيرة بصراحة من أي إن كانت، يعني إن كانت جمهور أو تكون لاعبة. يعني أنا شفت هاي لما كنت أشارك مع الفيصل البطولات الخارجية، يعني كان في مساندة بصراحة وتهنئة من لاعبة البلد بشكل عام، يعني للفيصلي وحتى الأندية الأخرى والجماهير. فهذا مش غريب، أنا بتوقع بكرة راح الكل يكون قلبه مع الوحدات إن شاء الله، ويعودوا إن شاء الله بالنتيجة اللي احنا بنتمناها اللي هي التأهل إن شاء الله. إن شاء الله. كابتن لؤي العمايري حارس مرمى نادي شباب الأردن، نشكرك على اتصالك وعلى مداخلتك، إحنا اللي اتصلنا معك وطلبناك، نشكرك لسعة صدرك أنه اليوم كنت معنا من خلال اتصال في هاي الحلقة. شكرا لك كابتن لؤي.